أرابيكا لأن القهوة بدأت تجارتها من اليمن، عقب ما جابوها من أثيوبيا زرعوها في اليمن وبدأت التجارة وانتشرت في العالم. بدأت تبدأ أكيد. وهاي القهوة جاية من عدة أماكن من العالم. عندك هنا القهوة هاي جاية من غواتيمالا، هاي القهوة جاية من البرازيل، وهاي القهوة جاية من كولومبيا. في أذواق مختلفة من القهوة هاي عقب التحميص، أو مثل ما تفضلت كل شخص يدور نوع أو طعم مميز في قهوة يعني. صحيح. والله أنا بختار الكوفي اللي أقل حموضة اللي هو من غواتيمالا، وعسبة أسوي لك عقبها الفي 60. بس اختيار موفق يا أخوي. الحين اخوي سامر، نعم. بعد ما طحنا الكوفي، نعم، بعد ما ضبطنا الامور، اي شو الخطوه الجايه اللي بنقدر نسوي فيها الفي 60؟ الفي 60 ليش اسمها في؟ على شكل هذا المستخلص اللي هو جاي على حرف الفي. هذا الفلتر، انت في حاجه الفلتر، في حاجه ميزان ماي حار. يعني هذه هي المعدات والادوات اللي نحتاجها. نعم. القهوة بشكل عام هي دراسة أو مع التعلم تقدر تحترف فيها ولا يعني الوقت؟ هي اثنين، يعني هي دراسة وهي ممارسة. الحين بنحط القهوة في النص. بسم الله. ايه كلها مرة واحدة. مرة واحدة؟ ايه مرة واحدة. ما يحتاج تفنن فيها. لا ما يبغى يعني. عقب بمسك هذا بس خليها كلها فلات. اوكي. عقب في الميزان طبعا بنصفر الميزان. اوكي. حسب نعرف الوزن النهائي 300 جرام. أول خطوة بسويها بتروح في طريقة دائرية ونبقى نوصل 50 جرام. 50 جرام؟ نعم. وبطريقة الصب كذي ولا؟ أيوة طريقة الصب ممتازة. لا ممتاز، أنت ممتاز يعني كأول مرة ما شاء الله عليك. أنا شكلي مولود استيبر استشهد صدق؟ طبعا كل قهوة تختلف بطريقة إعدادها، مثلا نعم. السبانيش لاتيه وغيرها من الأشياء اللي تحتاج الحليب غير. لا الحليب فأحتاج المعدات الثانية. الحليب أو اللاتيه بيكون على ماكينه الاسبريسو تحت ضغط 9 بار، ضغط البريشر المي. الحين بروك الطريقه وبخليك تسوي، واخر شيء بخليك تسوي الارت اللي هي يسمونها الرسم على القهوه. بس انا سيء تراني في الرسم يا اخي. بنجرب نشوف، ما في شيء، بنجرب. يلا اليوم تطلع رسم ان شاء الله. يلا بسم الله. يلا يعني الحين اخوي علي عرف يوم تروح كوفي شو تطلب؟ والله خلاص الموضوع صار ايزي بالنسبه لي.